قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون. وإنه سيكون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لكن ما الذي أدراك بأنه فعل مضارع؟ دخلت عليه السين، والسين إذا أعربناها ماذا نعربها؟ حرف استقبال. فدخلت السين هنا، أنا مقصودي ما هو الإعراب فقط، مقصودي بيان حكم. فالسين حرف استقبال، فيكون دخول السين على الفعل المضارع الذي في أصل فعل المضارع أنه للحاضر، فإذا دخلت عليه السين حولته من الحاضر إلى المستقبل، ففيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيوجد في المستقبل من يدعي النبوة.